بيكم في حلقة جديدة من هاني وماريان في البلد الأمريكان. من حال طلب مني حاجات لتجديد البيت، فأنا هعمل لكم سلسلة حلقات على أنا بعمله في البيت. ده مثلا مدخل البيت عندي مليان كمية شجر، يعني شايفين الانترنس من كتر ما الشجر موجودة الدنيا متبهدلة، وجو يعني ناموس ما اقولكوش ونمل وحاجات جامدة جدا. فأنا قررت أن أنا هشيل ده كله، جبت حد أن هو يشيلها لي. قال الأول ترم $800، فانا جبت المكنه الصغيره دي عشان اعمل تريم. فانا النهارده قررت ان انا اشيلهم. تعال افرجكم بقى الشكل ده هيبقى عامل ازاي، وبعد ما هشيله هيبقى عامل ازاي، وهعمل ازاي تريم ده توتال اهو. وانا اوريدي جايبه البجعتين اهو، الديكوريشن بتاعي يعني، وهسبقكم هشوف هوريكم هعمل قدام الباب ده عامل ازاي. كده احنا تقريبا بنحاول ننظف كل حاجه، شايفين هاني اهو في اخر قطعتين في اول حته. كان في راجل هياخد $800، فهاني قال لي ايه هعملها انا، صح يا هاني؟ صح. سيعز باور واش، بص الورق ده. احنا متفاجئين بكميه النمل اللي احنا لقيناها، نمل رهيب يعني. ده اسمها كانت ايه هاني؟ ده اسمه ايه الشجر ده كله اللي هي عاملاه؟ هاني كان متعقد من الست صاحبة البيت القديم، بيقول هي عامله غابات السافانا في البيت. طبعا هو بيقطع انا بلم ال اسمها ازاليا، بس دي مش ازاليا اللي كانت اللي احنا شلناها اول واحده، دي ازاليا. بس يعني احنا شايفين منظر، هو احنا يا اما هنرميه في الدامستر يا اما هنحرقه، موست لايكلي هيترمي في الدامستر يعني. فبتبقى اكتر من تريب بحطهم في كاس وبروح ارميهم في الدامستر. زي ما انتم شايفين كده، احنا هوريكم ده بعد ما يخلص. احنا هنحط بعدها ده، طبعا احنا في البيت كله مكركب، احنا جايبين ده اللي هو بيتحط العازل ما بين الطين يعني عشان ما يطلعش هيت. فده وهنحط، هنضف ده كله، نرمي ده كله، نشيل بس الشجره دي كانت كبيره، هنضف ده كله. هيتحط هنا كرسيين بكنبه، والتمثال ده هسيبه، هجيب واحده ثانيه غير ده بتاعت الاولد اونر، فده هيترمي اهو. هاني بنا اهو، العلم سمين البجعتين دول لهم اسماء، فده هوريكم المنظر النهائي بعد ما بيخلص. يعني احنا بقالنا اسبوع شغالين فيها وكل يوم بنعمل حاجه، بس النهارده هاني قال ايه لا انا احنا عشان احنا اجازه وهنخلص الاجازه بكره، فلا انا لازم اخلصهم قبل بكره، فما فضلش غير دول وانا بنضف وراه. يعني الواحد بصوا بيعمل ازاي، انا لابسه جلافز كمان، بس هو كل الشجر ده فيه شوك. بس احنا كده شلنا الشجر كله، فيعني وحطيت البتاع ده، طبعا حطيت اي حاجه لان خلاص احنا كده الناموس والنمل هاروني يعني، ده اتبهدلت فحطيناه كده. احنا هنروح نجيب الحجر الصغير كده ونرميه بقى هنا. فانا بقول لهاني هتتكلف مثلا 40 شقاره. انت بتقول كام شكاره يا هاني؟ لا انا ما اعرفش. وات يعني؟ انا بقول 40 شكاره في الحته دي. انت تاخد اكتر ولا اقل؟ تاخد اكتر. طب هاني بقول اكتر. حطيت انا البادي سيتس ده طبعا مش بتاعنا، ده كان البريفيس اونر يعني سايبه. هو كان ده وترابيزه ومعاه، فاحنا يعني اوريدي ودن نيدت، فاحنا قلنا هنحطه قدام الباب. والحاجات المقتوله دي احنا هنشيل الملاك من الجنب ده هنحطه في الجنب التاني، احنا ما جايبين الجنب التاني مرجحه بس. وشويه الدواديب دي كانت القديمه عندنا لسه ما جبناش كتير. هابي لابي يوم الاثنين هينزل 75%، فانا مستنيه هابي لابي لما ينزل ال 75%، وده 66 يعني فلازم 75. بس هنرجع لكم تاني بالخرز. احنا هنجيب خرز ابيض، فاحنا هنجيبه من لويس. فده الخناق اللي بيني وبين هاني، بقول له احنا المفروض نشتري من حد يعني يجي يعمله دراب، فهو قال نجيبه من لويس وخلاص يعني. وهو قاعد مع النمل، وده المنظر الشجر اللي احنا لميناه. فاحنا مستنيين لغايه بكره هنوديه الدامستر. ما تحطش على الحشيش عشان الحشيش هيموت لو انت حطيت عليه. بس ادعوا لنا نخلص التراش ده. احنا بنشيل تراش كمان يعني، مش بس بنعمل تنظيف البيت، لان اللي بيشتغل هنا ما بيشيلش تراش، احنا اللي بنشيل التراش. فيعني انا فاضله تكه معايا وهقلب عليه يعني ايه عشان هو ما جاش النهارده. فيعني انا ايه على اخري، قلت له لو ما جيتش هبيع لك كل العدد والادوات اللي عندي في البيت. بس فده كده العده بتاعته.
عديته في الشارع والله، هو سايب حاجات كتيرة يعني. ما علينا، ومعانا الجزء التاني. هاني جابهم على الأرض. أنا طبعا إيه، عملت أول شجرتين ودخلت سكسكت الورا، هو رش الدواء للنمل فريحته كانت صعبة، فأنا دخلت جوه. طبعا شايفين احنا المنظر، احنا عايشين في صحراء في الجرداء شمعاء كده يعني. ده الجزء ده بعد ما تنضف. طبعا هي مطرة النهاردة، فأنا جبت النعناع بتاعتي، نعناعة، عشان يا جماعة لما تروحوا تجيبوا نعناع تجيبوا السويت مينت، ما تجيبوش البيبرمنت عشان يبقى له ريحة يعني. فاحنا قلنا كان القسم 45 شكارة، وما دي 40 شكارة ظلت لغاية دلوقتي، فاحنا محتاجين جزء ده. فاحنا بنتكلم في 5 شكار كمان هنا، والجزء ده ممكن بنتكلم في 50 شكارة يعني. ممكن نجيب توتال 60 شكارة تاني ونظبط الحتة دي. دي هتاخد وقت اكتر مننا، لان احنا انت اوكي ولا عورت نفسك؟ مش مهم كسرت من جوه؟ اوكي ده مش مهم كسرت، معايا غيارات تانية، اهم حاجة ايدك. هتطلعني امتى هاني؟ بصوا يا جماعه عشان انا مسيطره وهمشيه بمسطره. حد جوز من جوزته كاتب اسمه على ايده كده؟ مفيش. ما هو ابدي ابدي. بص العرق ده، عرق ولا مطر؟ مطر. عرق. عرق. عرق متاكد؟ صدقيني اهو هاني بيقول عرق. والله عرق. مش يعني تعبت يا حبيبي. يلا بابا خلاص كفايه عليك كده. ممكن بكره بتاعت ولا لا؟ اهم حاجه ما اعرفش بقى. بقول لك ايه، بكره انا هروح حبي لابي واشتري شويه ممتلكات هنا، وانت تظبط لي المرجحه اللي انا لما ركبتها ربع تركيبه. انا ركبت المرجحه صح؟ طب ادي واحده تاني كده. تدفع كام؟ بس ادي واحده تاني. طب استنى انا عايز اشوف ال. طب انا بصور يعني، اصور ولا اجيب ده؟ طب خلاص صور. اهي. ما هي قدامي. البتاع ده خلقني من الصبح انا واقفه. كل ما ترن تيجي عند الرينج، الرينج بي جايبين لنا رينج. انا ده احنا جايبينه من الناس بايظ، مش عارف يركبه. على فكره احنا ما عندناش البتاع اللي هي هنا، ف maybe tomorrow I gonna do order. ماشي. في بتاع هنا من ريمايندر، احنا كنا امبارح في ريمايندر، ففي بتاع هنا اصل انا عايز اغير الباب، فهم قاعدين يقنعوا فينا انا ما اغيرش الباب. قاعدين الباب 450 دولار، تركبوه بقى بكام؟ ب 1600. سمعت الرقم؟ بس فين اسمك؟ ما علينا حبيبي. فكره احنا عايزين باور واش في السلايدنج هنا. لا هاني انا ما اعرفش انا حاططها ازاي. وانت بتحطها من الجنب؟ اصل انا حاططها في الوش، ما حطيتهاش في الجنب كده في الوش. لا انا حاطه في الجهه الثانيه. ما علينا. المهم احنا ايه، خلصنا الحته المقتوله دي. الولية كانت عامله ايه هاني؟ عشان هو ايه انت غابات ايه؟ غابات السافان. غابات. انت على فكره شكلك في الكاميرا انت ما فيش شعر خالص. طب انا ما فيش شعر. هتروح هاني هتعمل ايه في شعرك؟ هروح تركيا. تعمل ايه في تركيا يا حبيبي؟ هزرع شعر. ماشي. ده هي دي خناقه كل يوم. بس غابات السافان. الست اللي قدامنا جت وقفت الصبح قالت لي اوه لوكس نايس، حلو قوي، ممكن تاخدي القهوه هنا. قلت لها قهوه تبعد عني دلوقتي استعدي عشان انا ايه عايزه اخلص. فكانت قعدت نرغي ساعتين. فبس المفروض بقى نجيب شويه زرع هنا ونصور. فممكن على بكره اوريكم ايه البروسيسنج. احنا تقريبا خدنا يومين فيها، امبارح قص والنهارده بقيت قص، وقول بكره كمان فيها تكميله. بس احنا مش شغالين اليوم كله يعني، احنا شغالين امبارح من 5 ونص والنهارده من 5 ونص، بس احنا عشان خارجين دلوقتي وهي كمان مطره، فيعني ايه خلاص خلاص يا بابا بقى. بابا مش هينفع. بابا يلا يا حبيبي، يلا يا قلب، يلا يا غالي، احنا خارجين يا جماعه، احنا خارجين خارجين خارجين. فين الشنطه بتاعت الهدايا؟ انا بقى احنا بنتكلم معانا على الـ على الـ على الهواء لايف، على الحاجات اللي ايه اللي احنا بنعملها. والله عايزين احنا عيله فاني قوي. اشوفكم بكره بعد ما نخلص دي احنا هنحط مرجحه هنا. بس انا معرفش هل دي ماسوره الميه. هل دي ماسوره الميه صح؟ معرفش. ولا الصرف؟ هي دي الميه. ما علينا. هو المشكله ان احنا المنطقه دي صخريه، فدي المشكله اللي عندنا. احنا لو اوريكم الجنينه بره عامله ازاي؟ في شجر رمان وتفاح. ماما تقول لي ايه، اعملي بصل اعملي طماطم وفلفل. هاني حماتك عايزه طماطم وفلفل. ازرع لها. ازرع لها. قلت لي اعملي شجره مانجا. رد عليها انت هاني.
حماتك تؤمر. ماشي اخويا انت وحماتك، انت وحماتك. اسلامي النهارده يعني كانت سايداني تليفونات على حاجات غريبه. فرجع احنا بنعمل ايه. اللي عايز يشتري لي حاجه ده عشان عيد ميلادي قرب. فهني بولارد كده هتحطيني انا في موقف وحش، صح هاني؟ صح صح. امي حبيبتي امي. بس يلا سلام، اشوفكم بعد ما اخلص بقيه البهدله اللي احنا فيها دي. وده كان المنظر النهائي. طبعا كان احنا عندنا ثاندر ستورم من امبارح يعني، فده كان المنظر النهائي. حطينا هنا بعديو صغنون كده، وده يعني عيا وقعت طبعا من الستورم اللي لسه في مطره شغاله. وطبعا ده اقتراحات الاستاذ الفن الضفادع دي، ما تفهمش ايه علاقتنا بالضفادع. وجايبينها سحليه يعني، غير الضفادع هو جايب سحليه. دول تبعي، دول من السنه اللي فاتت. طبعا ده من هابي لابي كان 75%. النور ده من كاسكو. طبعا هنا المفروض يتعمل باور واش، فانا يعني في الخطه المستقبليه. ودي السحليه بتاعت الفين، ما تفهمش جايبينها سحالي يعني. طبعا هنا لسه احنا ما خلصناش الشغل في البيت، فالدنيا مبهدله. وهنا المرجحه ركبتها نص تركيبه، فيعني ايه زهقت، فلسه هنكملها. والباقي ايه موجود، هو كده ده التوتال. طبعا الثاندر ستورم امبارح كانت مبهدله الدنيا، بس يعني الى حد ما الصخور نظيفه يعني. مهما بيحصل ورق شجر والكلام ده انت بالمنفاه بتعملها. في طبعا حاجه جلو بتتحط عليها، طبعا لسه العده والحاجات دي. في جلو بيتحط، فلما بيتحط الجلو بتبقاش اي حاجه بتستك جواها. فاحنا لسه في، حتى احنا يعني شايفين في حاجات هنا عايز ازود عليها حجر. فده يعني ايه، انا حطيت مره واحده، لان انا تقريبا جايبه 90 شقاره. الحته دي خدت 40 زي ما احنا قلنا، الحته الثانيه دي خدت 50 ولسه محتاجه شويه تاني. فيعني ايه، انا قلت هريح يوم وبعد كده ارجع اكمل حط الزرع او حط الطوب. احنا طبعا ما فرشناهوش قوي يعني، الى حد ما متساوي. فيعني ايه ده الوضع. التمثال ده من اول ما اتجوزت مثلا يعني، معاني مع اول ما اتجوزت. طبعا ده هنا قص الزرع، ما اقولكوش هو بيعمل ايه في قص الزرع. طبعا نضفنا هنا يعني، كانت ايه، كانت فيلم يعني. بس ف استنونا في حلقه تانية جايه كتير من هاني وماريان في بلاد الامريكان. باي باي.